من الاخر مع محمد شبانه وصباحكم دايما زي الفل. يوم مهم جدا للاهلي قبل الزمالك، تخيل بقى، والزمالك قبل الاهلي، يعني يوم مهم جدا بالتعادل للاتنين. هتقول لي الزمالك في افريقيا والاهلي في الدوري، هقول لك اه، بس الاهلي دي انطلاقه لافريقيا بتاعت سان داونز يوم السبت الجاي، وهيترتب على مباراه النهارده حاجات كتيره جدا. الاهلي عنده ماتش مع المقاولين العرب في الدوري الساعه 5 بتوقيت القاهره، والزمالك عنده ماتش مع الترجي التونسي الساعه 9 بتوقيت القاهره. تمام. القصه على فكره، والماتش بتاع الاهلي النهارده مؤجل، يعني مؤجل من الاسبوع ال 17 في الدوري، ممكن يترتب عليه حاجات كتير بقى، يعني يترتب عليه المربع الذهبي في نهايه الدور الاول. خدوا بالكم انا بقول كلام ممكن تصطدم بيه بعد 4 شهور، يعني ممكن تلاقي الدوري ده اتاجل لاي سبب، طلع عفريت علبه من اي حته، فتلاقي الدوري ده اتاجل، هو ميعاد انتهاءه دلوقتي 15/7، فممكن اي عفريت علبه يجي فيتاخر، تبص تلاقي او يبعت لي يعني. في نفس الوقت الاهلي داخل على مباراه سان داونز يوم السبت، وهي مباراه مش سهله، لان سان داونز فريق بتاع كوره، فريق يعني رخم على ارضه، فريق انتشاره في الملعب عظيم جدا، فريق بيلعب كرة جميلة جدا، فريق بيقرب من بعضه جدا، فريق مهلك لأي منافس، فريق رخم يعني، يعني في الفريق اللي بيباصي كتير ويقرب من بعضه كتير ومنتشر كتير، بيبقى فريق وفي انسجام بين لعيبته كتير، نسبة المس باص قليلة جدا، بيبقى فريق يعني دمه تقيل على أي فريق بيواجهه. وبعدين عملوا حاجة هناك في جنوب أفريقيا، إن قرروا الدخول للملعب في هذه المباراة للجمهور مجانا ببلاش، عشان خاطر يضمنوا الساعة الكاملة للملعب من أهمية المباراة بتاعت يوم السبت. كمان الماتش الساعة 3 فترة الظهرية أو العصرية، وده معاد بالنسبة للأهلي بايخ، دمه تقيل زي الهلال السوداني كده لما لعبناه الساعة 3 هناك والأهلي خسر 1-0. كل دي حاجات. الزمالك بقى مفهوش هزار، يعني في الماتش بتاع النهارده بتاع الترجي التونسي، يعني اذا حبينا نهزر على مدار الدوري كله 34 مباراه في الدوري وكل ماتشات افريقيا، هزر براحتك الا ماتش النهارده. الترجي جاي ماتش النهارده كانه هو اللي هيأهله للدور الجاي، يعني استعدادات وتصريحات وتركيز ومناشدات حتى للجمهور بتاعهم اللي جاي يرافق الفريق التونسي الشقيق، يعني الجمهور اللي متواجد في القاهره اللي جم او اللي كانوا متواجدين هنا، مناشدات ليهم بالالتزام، ومفيش شماريخ ومفيش ليزر، ولو سمحتوا ماتش مهم، وان احنا ممكن نتعاقب والمشوار طويل واحنا محتاجينكم معانا طول الوقت ومش عايزين نتعاقب، يعني في رغبه جوه. ومدرب المريخ اللي اسمه ريكاردو بيقول لك ان موقف الزمالك صعب جدا، يعني كلهم اجتمعوا ومن كل حاجه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ينعكس الكلام ده بالايجاب في الملعب. طبعا الزمالك اعلن القائمه بتاعته خلاص، يعني ما فيهاش شيكابالا مثلا، يعني لانه شيكابالا في روايتين، او الروايه انه تعبان وبرد وبتاع والكلام اللي انتوا عارفينه ده. تاني رواية ان اول تمرين بعد الرجوع من تونس ما حضرش، فالراجل قالك انا عندي عدالة ما كذا كذا خلاص، انما ماشي، انما اللي موجود يسد. وانا مقتنع رغم كل اللي بيتقال، اللي يقول لي سامسون كذا، واللي يقول لي معرفش ايه كذا، واللي يقول لي اللعيبة دي كذا، واللي جم اول السيزون كذا، كل حالة التفطيس اللي شغالة دي والنتائج المتراجعة دي، بس انا مقتنع ان الزمالك اللعيبة اللي بتلعب في الملعب ان طلعت اللي جواها، بص باقل تقدير يعني اقل شيء، ما تبقاش نتائجه كده، لازم تبقى احسن من كده على الاقل ب 50. الدفاع برضه عبد الشافي مصاب على فكره، مش موجود في القائمه يعني، بس انا بقول بشكل عام. عندك في قلب في نص الملعب
عندك عدد من اللعيبه زي رؤى زي دونجا زي عمرو السيسي زي يوسف، لا بخلي يوسف في الهجوم، زي مثلا احمد بالحاج، كل دي لعيبه تقدر، وزي سيف جعفر عندك في الهجوم، عندك الجزيري، عندك اسمه ناصر منسي، عندك شلبي مصطفى شلبي، عندك نيمار، ولو ان نيمار بيتقال ان هو جاله اصابه او شد او حاجه يعني، كل دي لعيبه تقدر تدي. يعني لو قعدنا حطينا تشكيله دلوقتي وقلنا نص الملعب دونجا ورؤى وسيف جعفر او بالحاج، ماله نص الملعب ده يعني؟ لو اللعيبه دي ادت بجد وطلعت بجد وبطلوا هري، يعني لو بطل يعني ما يكون خط هجوم زيزو لعيب منتخب مصر واللعيب احسن لاعب في مصر السنه اللي فاتت، سيف الجزيري مهاجم منتخب تونس، يوسف اسامه نبيه الجناح الصاعد الواعد، او مصطفى شلبي، او حتى ابراهيم نضاي، خط هجوم قوي برضو يعني، مش اي كلام يعني. يعني انا بستغرب من شكل النتائج الاقل كتير من المستوى الفني للفرقه، مهما اتكلمنا ومهما كان لينا تحفظات. ممكن تقول لي البدلاء مش قد اللي موجود، اقول لك ماشي ممكن الزمالك بدلاء اقل شويه. هتقول لي الزمالك في افريقيا والاهلي في الدوري، هقول لك اه، بس الاهلي دي انطلاقه لافريقيا بتاعت سان داونز يوم السبت الجاي، وهيترتب على مباراه النهارده حاجات كتيره جدا. الاهلي عنده ماتش مع المقاولين العرب في الدوري الساعه 5 بتوقيت القاهره، والزمالك عنده ماتش مع الترجي التونسي الساعه 9 بتوقيت القاهره. تمام. القصة على فكرة، والماتش بتاع الاهلي النهاردة مؤجل، يعني مؤجل من الاسبوع 17 في الدوري، ممكن يترتب عليه حاجات كتير بقى. يعني يترتب عليه المربع الذهبي في نهاية الدور الاول، ترتيب الدور الاولاني، فتلاقي نتيجة ماتش الاهلي والمقاولين ده بتحدد موقف الزمالك من التأهل الافريقي. كنت تفاجئ بحاجة زي كده. يبقى دي أهمية المباراة بالنسبة للزمالك وجمهور الزمالك اللي يهمه الأهلي يكسب، إذا هيفكر بطريقة الأرقام يعني. لكن حتى الآن الدوري مستقر إنه هيخلص يوم 15/7، حتى الآن يعني، حتى اللحظة دي. بس اللي عنده ضمان لده يقول لي أو يبعت لي يعني. في نفس الوقت الأهلي داخل على مباراة سان داونز يوم السبت، وهي مباراة مش سهلة، لأنه سان داونز فريق بتاع كورة، فريق يعني رخم على أرضه، فريق انتشاره في الملعب عظيم جدا، فريق بيلعب كورة جميلة جدا، فريق بيقرب من بعضه جدا، فريق مهلك لأي منافس، فريق رخم يعني. يعني في الفريق اللي بيباصي كتير ويقرب من بعضه كتير ومنتشر كتير، بيبقى فريق وفي انسجام بين لعيبته كتير، نسبة المس باص قليلة جدا، بيبقى فريق يعني دمه تقيل على أي فريق بيواجهه.